الجبنة الشيدر، صوص الجبنة الشيدر حاجة يعني بقت هبل البلاد كلها، لأنها بتتقدم مع وجبات كتير في المطاعم، فحبيت ان انا اجرب اعملها وهقول لكم ازاي طلعت معايا بالشكل الجميل قوي ده. هنجيب قطعة زبدة صغيرة ونسيحها في حلة، وهنزود عليها كوباية، فيها نص كوباية لبن ومتقلب فيها معلقة ونص من الدقيق، هنقلبهم وبعدين هنزود عليهم كوباية ونص كمان من اللبن، وهنزود شوية ملح وفلفل. هنفضل نقلب كده لغاية ما القوام يبدأ يتقل شوية معايا، واروح مزودة الجبنة الشيدر الحمراء، وهحط معاها قطعة من الجبنة الشيدر المطبوخة زي طعمة كده مثلا، ده نوع انا بحبه حلو جدا جدا. هنزود بعد كده نص معلقة مستردة، وهزود معاها شعرة كركم، وهنفضل نقلب لغاية ما الجبنة تذوب تماما يعني. المفروض تبدأوا تقلبوا لغاية، تفضلوا تقلبوا لغاية ما يبقاش فيه اي كلاكيع خالص، بس ده نادرا جدا ان هو يحصل يعني، هو غالبا بيبقى فيه كلاكيع برضو زي ما انتم شايفين كده. هناخدها كده نضربها في الخلاط، ننعمها تماما ونريح دماغنا يعني. ده شكلها بعد ما ضربناها في الخلاط زي ما انتم شايفين، ايه بقت ما فيهاش اي حاجة خالص وناعمة جدا. انا وانا بضرب في الخلاط زودت نص كوبايه لبن، يبقى كده توتال اللبن كوبايتين ونص، زودت نص كوبايه لبن عشان هي كده كده بترجع تتقل بعد كده، قلت بدل ما تبقى تقيله قوي لا احنا نزود ونخليها في الاول، هتبقى ممكن قوامها سائل شويه بس بعد كده هتبقى قوامها مظبوط جدا زي ما شفت في اول فيديو. ده اخر اليوم بعد ما بردت بقى خالص، زي ما انتم شايفين القوام حلو جدا. ولو عندك اي علبه مثلا مايونيز او كاتشب قديمه فاضيه ونظيفه ممكن تحطي فيها الجبنه، تحطيها في الثلاجه ويبقى استخدامها سهل جدا بعد كده، زي ما انا عملت كان عندي العلبه ديت حطيت فيها معظم الجبنه.